فإذا نار رفح انتقلت إلى الحدود المصرية باشتباك مسلح بين قوات من حرس الحدود المصرية والجيش الإسرائيلي قرب المعبر. وفي تفاصيل الحادثة قال الجيش الإسرائيلي أنه أجرى تحقيقا أوليا توصل إلى أن تبادل إطلاق النار على الحدود المصرية اندلع عند 11:30 صباحا، حيث كانت تعمل قوة إسرائيلية على محور فيلادلفي لمعالجة ما ادعت أنه نفق، لكن جنديا مصريا فتح النار على شاحنة عسكرية كانت معهم، فقامت قوة الحراسة الموجودة في مدرعة بفتح النار على الجندي المصري فقتلته وأصابت جنديا آخر ممن كانوا معه. الجيش المصري أيضا يجري تحقيقات بشأن هذه الحادثة. مصادر أمنية مصرية قالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى إطلاق النيران بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية، ما أدى إلى إطلاق النيران في عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران. القاهرة طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته محذرة في الوقت ذاته من خطورة تفجر الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية مع قطاع غزة ومحور فيلادلفيا. معي الآن من القاهرة مراسل الحدث تامر نصر. تامر مرحبا بك، أي جديد فيما يتعلق بالتحقيقات حول ما حدث اليوم عند معبر رفح؟ لا نتوقع يا بصير أن ترد نتائج التحقيقات بصورة فورية، ولكن ما ظهر حتى هذه اللحظة هي المظاهر المبدئية أو التحقيقات الأولية ونتائجها التي أشار إليها البيان الصادر من المتحدث العسكري للقوات المسلحة، وما تلاه من تصريحات صدرت عن مصادر أمنية مطلعة في ما يخص التداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، والتي أكدت في هذا السياق أن هذا الهجوم الإسرائيلي على محور فيلادلفيا يقلق أوضاع ميدانية ونفسية يصعب السيطرة عليها ومرشحة للتصعيد. وبين سطور هذه الجملة الكثير من مما يمكن قراءته، وهذا تقريبا ما حضرت منه مصر منذ أشهر طبقا للمصدر الذي أكد أيضا أن مصر واعية لمخططات ما أسماهم دعاة الفتنة والتحريض والإثارة، وأن المسؤوليات الوطنية فوق كل اعتبار. وبالتالي مسألة تحذير مصر من أن انزلاق الأوضاع أو انزلاق النتائج مترتبة على تواجد القوات الإسرائيلية واحتلالها لمحور فيلادلفيا قد تخلق بالفعل أوضاع يصعب السيطرة عليها. وكلمة مرشحة للتصعيد هنا بمعنى أن هذه حوادث قد تتكرر، هذه الحوادث الحدودية بين جنود مصريين وإسرائيليين لها سوابق في خلال السنوات الماضية عشناها جميعا ونتذكر معظمها، ولكن يعني مسألة وجود كل هذا القدر من الشد وبالتالي كذلك المخططات الإسرائيلية باقتحام رفح وأيضا بالقضاء على حماس وكل ما يعلن بهذا الشكل، من المؤكد بطبيعة الحال أنه سوف يترك أثرا على المتواجدين في هذا المربع. وبطبيعة الحال الرواية المصرية حتى هذه اللحظة والتي تبدو أكثر منطقية في التصديق نظرا لأن من يتواجد يبصير في معبر رفح من الناحية المصرية دائما ما نستمع إلى أصوات طلقات الرصاص يتم تبادلها بين الجانبين خلال الأيام الماضية منذ دخول إسرائيل بقواتها العسكرية إلى مدينة رفح، وبالتالي من الصعب تمييز
ما إذا كانت هذه الطلقات يتم تبادلها، ولكن دائما ما تكون الترجيحات أنها ما بين إسرائيل وعناصر حماس الذين يخوضون نوع من حرب العصابات. رأينا جميع المقاطع المصورة التي يظهر فيها فجأة مثلا مقاتلو حماس في محاولة لاصطياد مجنزرة إسرائيلية أو دبابة أو خلف، وبالتالي العنصر المصري أو الجندي المصري الذي يعني قتل اليوم أو الذي استشهد طبقا للبيان حتى هذه اللحظة، من الواضح أنه تعامل مع مصدر نيراني يوجه إليه تهديدا مباشرا، وهذا هو الواجب الذي تفرضه عليه التعليمات العسكرية بالنسبة لتأمين الحدود. بصير، جزيل الشكر لك من القاهرة مراسل الحدث تامر نصرت على كل هذه المعلومات والإيضاحات. أيضا أبقى في القاهرة ومعي من هناك الآن الكاتب الصحفي الأستاذ بلال الدوي. أستاذ بلال، مرحبا بك دائما معنا على شاشة الحدث. هل ما حدث اليوم عند معبر رفح سيتم احتواؤه أم ستزداد التبعات لهذا الحادث؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. بطبيعة الحال سيتم احتواؤه مثل ما حدث في عدد من الوقائع السابقة. احنا شفنا في منتصف الثمانينات الجندي سليمان خاطر، كان جندي أمن مركزي موجود في المنطقة جيم، قتل 7 إسرائيليين وتم احتواء الموقف. شفنا في 2023 جندي محمد صلاح، كان إحدى قوات حرس الحدود، تعامل مع بعض المهربين وقتل 3 إسرائيليين. احنا بنتكلم عن وجود لجنة مشكلة انبثقت عن اتفاق كامب ديفيد بين الطرفين المصري والإسرائيلي، تقوم بعمل مناقشات وتداول لما حدث في مثل هذه الأمور. ما حدث قام بتحقيق مصري وتحقيق إسرائيلي، وتم على أسر بسرعة جدا جدا وجود كاميرات تصوير في المنطقة الحدودية. تم التوصل إلى البيان الذي صدر عن المتحدث العسكري للجيش المصري، وبالتالي احنا بنقول ان في مثل هذه الحوادث بيتم احتواء الموقف وتفضي في نهاية المطاف الى تقديم اعتذار نتيجة الموقف اللي احنا شفناه. السؤال اللي كل الناس بتسأله دلوقتي والرأي العام العربي كله مش المصري بس، هل ده، واحنا بنقول الكلام ده عشان نطمئن الرأي العام مش عشان نتكلم في تسخين الاوضاع بين الجانبين. اكتر ما هي الاوضاع ساخنة، خاصة ان احنا من سنة 79 45 عام الاوضاع هادئة، الا في بعد 7 اكتوبر الاوضاع بين مصر واسرائيل العلاقات وصلت الى اسوأ درجتها. وبالتالي احنا بنقول السؤال اللي انا بقول لحضرتك عليه، هل ما حدث سيؤثر على اتفاقية كامب ديفيد؟ بطبيعة الحال لن يؤثر على اتفاقية كامب ديفيد، بطبيعة الحال لن يؤثر على المفاوضات الدائرة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفلسطينيين، بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي، وبالتالي لن يؤثر على جهود المفاوضات التي تقوم بها مصر مع الجانب الأمريكي والجانب القطري. اسمح لي أستاذ بلال، هناك من يقول بأن ما حدث اليوم عند المعبر وما حدث بالأمس من قصف لمخيمات النازحين، يمكن هناك من يقول بالطبع ويمكن لمصر أن تستخدمه كورقة ضغط، يعني ونسمع اليوم تحذيرات بمصرية شديدة اللهجة من المساس بالقوات المصرية عند المعبر، بالتالي ألا يمكن للقاهرة أن تأخذ هذا الأمر كورقة ضغط قوية الآن لوقف هذه الحرب؟ من هذه الناحية نتحدث. أنا مع حضرتك في الطرح اللي سيادتك طرحته، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة بس في خلال 24 ساعة تحذير شديد اللهجة صدر عن وزارة الخارجية المصرية بعدما قام الجانب الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي المحتل بمجزرة في تل سلطان على أثرها. شفنا الحرائق وشفنا الجثث المتناثرة في المنطقة، وتم إصدار بيان شديد اللهجة. شفنا الرئيس السيسي في زيارته المزمع للصين أكد أنه سيتم مناقشة الأوضاع في قطاع غزة وضرورة وقف إطلاق النار. النهاردة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تبنى قصة لابد من وجود ضغط أكتر على الجانب الإسرائيلي من أجل وقف العمليات في
رفح، وبالتالي تنفيذ ما أمرت به محكمة العدل الدولية من وجوب وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية. احنا شايفين التحركات الأوروبية، حتى أسبانيا، حتى ما قيل عن وجود حتمية لمؤتمر دولي للسلام، كل الضغوط دي كلها ستؤول إلى ضغط سياسي على إسرائيل من أجل وقف العملية العسكرية. احنا بنتكلم عن لم يعد لدى نتنياهو إلا الاستمرار في الحرب، لأنه لو وقفت الحرب بعدها بساعات قليلة سيتم حل الحكومة، سيتم تحويله للتحقيق، سيتم طي صفحة نتنياهو، على اعتبار بأنه أسوأ فترة في تاريخ إسرائيل. مش أنا اللي بقول ده، يائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، وأيضا أحد رؤساء الأركان السابقين اللي أكد على أن أسوأ فترة بتمر بها إسرائيل الفترة دي، وأيضا المحلل السياسي ليفينغسون الذي كتب في هارتس مقال كبير جدا وقال نحن هزمنا هزيمة مطلقة، وهو بيتكلم بيقول هزمنا هزيمة مطلقة لأننا أسرى وسبايا في يد نتنياهو. لم يحدث في التاريخ أن وصلت العلاقات بين الرأي العام الإسرائيلي ونتنياهو لمثل هذه العلاقة المتوترة جدا جدا جدا. أهو بيقول هزمنا هزيمة مطلقة، نتنياهو يريد كسب الوقت. ألا تعلم أن كاريكاتير مهم جدا نشرته اندبندنت عربي، أهو بتقول الرأي العام الإسرائيلي، جسد إسرائيلي ورأسين، جانتس ونتنياهو. ألا يؤكد لك أن نتنياهو يعمل كل هذه الأفعال من أجل أن طموحه الشخصي واستمراره حتى نوفمبر؟ أنا أحيي جريدة الشرق الأوسط التي قامت بنشر هذا الكاريكاتير أمس، من أن وجود الكل يلقي المسؤولية على بعضهم البعض في مجلس الحرب الإسرائيلي. طيب أهو، طب من يوقف نتنياهو؟ جريدة الشرق الأوسط. كل هذا يؤكد أن نتنياهو في الأنفاس الأخيرة، نتنياهو في مرحلة قبل المرحلة قبل السقوط. هو طب من يوقفه؟ من يوقفه يا أستاذ بلال؟ هل الأمر سيكون داخليا أم خارجيا؟ من يوقف نتنياهو؟ من يوقف نتنياهو؟ احنا نتأسى من أن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يستطيع إيقافه، نشجب وندين قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار بيانات لا طائل لها في الضغط على نتنياهو، قالولنا أن احنا سنمنع المساعدات العسكرية، وبالتالي في نهاية المطاف تم إعطائه مساعدات عسكرية ومساعدات مالية. الأمم المتحدة فشلت، المحكمة للجنايات الدولية فشلت. أنا من وجهة نظري من سيوقف نتنياهو الرأي العام الإسرائيلي، خاصة بعد تمرد رئيس ملف المفاوضات في الجيش الإسرائيلي، وهو اللي احنا بنتكلم عنه، وقام بالجلوس مع طيب وضحت هذه الفكرة. اسمح لي أستاذ بلال، نعم اسمح لي أن أعود فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الإسرائيلية. أنت قلت ووصلت هذه العلاقات بين الطرفين إلى أسوأ مراحلها. لو تحدثنا عن السيناريوهات، الجميع يحلل، الجميع يقول بأنه لربما يعني دائما عندما تحدث أي عملية أو أي احتكاك يقول بأن هنالك لربما جهات ممكن أن تتدخل، ويتحدثون عن اتحاد القبائل العربية. نريد أن نفهم منك السيناريو الأكثر يعني قربا إلى الواقع فيما يتعلق بهذه العلاقات التي باتت يعني متوترة جدا في أسوأ حالاتها كما وصفت. زي ما حضرتك قلت، يمكن احنا قلنا دلوقتي ان الرأي العام الإسرائيلي القادر على إيقاف نتنياهو وسحب الثقة منه بعد وجود عددا من الانقسامات في مجلس الحرب، ولكن بطبيعة الحال الجيش المصري الوحيد القادر على التصدي لكل ما تقوم به إسرائيل من إخلال بالأمن القومي العربي وإشاعة عدم الاستقرار والتوتر في الشرق الأوسط. لا تنسى أن الجيش المصري رقم واحد عربيا ورقم واحد أفريقيا، وله ترتيب عالمي ضمن أقوى جيوش العالم. لا تنسى أن الجيش المصري قام منذ 48 ساعة أو 72 ساعة بعمل
مناورة تكتيكية، تكتيك حرب مهم جدا 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 قدام العالم كله. لا تنسى أن الجيش المصري نجح بقدرة كبيرة جدا 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 في تنوع مصادر السلاح، وبالتالي في حالة وجود أي نوع من أنواع التجاوز احنا بنتكلم أن مصر دولة قادرة، مصر دولة لديها حكمة في التصرف، مصر لديها ثوابت لا يمكن أن يحيد عنها الموقف المصري، لديها محددات للأمن القومي المصري، لديها قيادة سياسية واعية، لديها قيادة سياسية، عايزين نتكلم في الموضوع ده كتير جدا، لأن مصر لديها قيادة سياسية تولت من قبل مدير إدارة المخابرات الحربية ثم وزير دفاع ثم يجلس الآن على كرسي الرئاسة، ويعرف جيدا كيف يحمي أمن القوم المصري. احنا بنتكلم عن حادثة حدودية عابرة إن لم تعكر صفو اتفاقية كامب ديفيد، ولكن مصر تتحرك طبقا لمحددات أمنها القومي، تتحرك لي طيب ما تراه. هناك من يقول يعني هنالك من ضمن التحليلات بأن الحادث لربما سيتم احتوائه إن كان حادثا فرديا، لكن من ضمن التحليلات أيضا ماذا لو كان حادثا متعمدا، قتل الجندي المصري؟ احنا بنقول حادث حدودي، حادث حدودي غير متعمد نتيجة اشتباكات بين أي نوع من أي دولتين. والتحقيقات لم تنتهي بعد أستاذ بلال، هناك مثل التحقيقات هذه تتم بسرعة عادية جدا. التحقيقات لم تنتهي، يعني ذكر مراسلنا قبل شوي أنه التحقيقات لم تنتهي، لكن يعني من ضمن الخيارات التي تطرحها التحليلات أن يكون هذا الحادث متعمد. ما الموقف المصري إذن؟ احنا بنتكلم عن مصر استطاعت نوفمبر 2021 إدخال قوات عسكرية إلى المنطقة جيم، هل هذا يعتبر إخلال باتفاقية كامب ديفيد؟ بطبيعة الحال أن مصر لديها أمن قومي تقوم بحمايته في الوقت الذي تحدده. إحنا بنتكلم عن طوال العشر سنوات الماضية مصر كانت تحارب الإرهاب محاربة حقيقية، حاربت الإرهاب محاربة حقيقية، وبالتالي لم تمنع إسرائيل ولا ما وراء إسرائيل اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية أن تمنع مصر في حماية أمنها القومي، ودخلت القوات المسلحة المصرية حتى حدود رفح. هل نستطيع بحكم أن احنا صحفيين وباحثين نقول أن مصر قامت بالخلل في إحداث خلل في اتفاقية كامب ديفيد؟ أبدا لم يحدث. ليه؟ لأن مصر حينما يتعرض الأمن القومي المصري للخطر تتحرك تحرك طبقا لمصالحها. احنا بنتكلم بنقول حادث حدودي، ما حدث بين الطرفين، اللجنة اللي احنا اتفقنا عليها تفرغوا الكاميرات الحدودية وجدوا ان هناك صدمات وخلافات بين الجانب الامريكي الجانب الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية وصدام وتبادل اطلاق النار. على اثر ذلك حينما شاهد الجندي المصري ما حدث تعامل بمنطق ان هذا يعني اشتباك اطلاق نار ضده، نعم يتماسك، وبالتالي تعامل مثلما تعامل محمد صلاح. شكرا. في 2023 الحديث يطول جدا عن هذا الموضوع استاذ بلال، اسمح لي، انتهى وقتنا. كل الشكر لحضرتك من القاهرة الكاتب الصحفي الاستاذ بلال الدوي على كل هذه المعلومات. عايز اقول لك ان احنا في انتظار اعتذار اسرائيلي للجانب المصري. وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لك، كل الاحترام.